مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء معتدلة ومستقرة في أغلب المناطق، ووصلت العظمى في عمان 24 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، وبتوصل درجة الحرارة ل 16 درجة، أما الرطوبة 48%. غداً ويومي السبت والأحد أجواء معتدلة خريفية نهاراً ومائلة للبرودة ليلاً، وبتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 25 وبتنخفض بالليل ل 15 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 18 وغدا 27، عجلون 17 وغدا 25، جرش 17 أجواء صافية وغدا 26 درجة. بتسجل درجات الحرارة في المفرق 14 وغدا 26، الزرقاء 16 وغدا 27 درجة مئوية. السلط 18 وغدا 26، مادبا أجواء صافية 16 وغدا 27، مطار ملك علياء 13 وغدا 27 وأجواء معتدلة. البحر الميت 25 وغدا 33، الطفيلة 15 وغدا 24، الكرك 15 وغدا 25 درجة مئوية. في معان بتسجل 15 وغدا 26، في العقبة بتسجل درجات الحرارة 23 أجواء صافية وغدا 32 نهاية برويشد 12 وغدا 25. إذن ملخص الطقس: أجواء مستقرة ولطيفة نهاراً وطقس بارد ليلاً ورياح شرقية خفيفة ومعتدلة. بننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. وصلنا لنهاية النشرة، شكراً لحسن المتابعة، عودة إليك محمد. شكراً مريان.